حبيبي يا عم عادل، صباحك زي العسل. اللهم صل على النبي. الوقت الخضر ده القص، الخضر ده القص. اللهم صل على النبي. اللي تحت اللي النتاية اظن الخضر ده القص. النوت والاب ده كرم. دول نتايتين. دول نتايتين؟ والبلقة وري برضه نتاية. والبلقة دي كمان نتاية؟ نتاية. اللهم صل على النبي. وري وده الذكر. وده ذكر. والقشر بنده ده ذكر. والابيض ذكر. والابيض صدق. والمساويت ده الجواز. يعملوا كام المساويت دول يا عم عادل؟ اللهم صل على النبي. وده ايه نوع ايه ده؟ الابيض دوت يعمل له كام؟ لا ولا انت مش عايش لتايه مني شباب؟ بأمانة الله لا يعمل له 300 جنيه مزور. يعمل له كام بقى؟ يعمل له 130 جنيه. 130. طب والبرق جزء الخضر ده؟ جزء الخضر ده؟ لا يا عم الشيخ، ده بقى عم الشيخ يورينا الاخضر ده معاك. ليه؟ بتسقق ده صح؟ ايه؟ دي طارة انتهت، اعمل لها 300 جنيه. تعمل لها 300؟ صلى الله عليه وسلم. طب والذكر الابيض ده شويه؟ ابو البندان ده؟ سعره؟ اعملوا بتاع 70 جنيه. 70؟ ده انت بتاع الغلابه يا ابني. سيب يا عم الناس تغطى. الابيض ده ب 70 جنيه. 70 جنيه الابيض ده؟ 70 جنيه. بيقول لك ب 70 جنيه الابيض ده. حط الطرف. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. طب صبح الناس بقى يا عم اسرائيل. صباحكم والله زي الشعر. حبيبي يا اسرائيل.